مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم مع حوار هذا اليوم. نبدأه بالمعايدة على الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة، عيد الفصح المجيد. المسيح قام من بين الأموات، صرع الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. أنت أيها الجبار المصلوب الناظر من أعالي الجلجلة، أنت بكآبتك أشد فرحا من الربيع بأزهاره، أنت بأوجاعك أهدأ بالا من الملائكة بسمائها، أنت بين الجلادين أكثر حرية من أشعة الشمس. عيد قيامة السيد المسيح يأتي للسنة الرابعة في خضم أحداث حصدت آلاف المواطنين في عدة بلدان عربية وصولا إلى سوريا. سوريا أرض القيامة، لك يا سوريا القيامة. هذا الكلام بدأته بكلام للكاتب والأديب اللبناني جبران خليل جبران، وختمته بكلام لغبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام. معنا، مرحبا بك. شكرا. أعيد التحية بما حييت بنا بها هذه المقابلة، وأقول المسيح قام، حقا قام، ولا يجوز أن نقول المسيح قام إلا ويرد من يسمع هذا النداء حقا قام. وأشكر الفضائية السورية على اهتمامها بالعيد، وأحب أن أزيد على معايدتك اللطيفة من جبران خليل جبران، أيضا معايدة لكل المواطنين السوريين، لأن العيد هو لنا كلنا. ما في عيد لي من دون عيد جاري وأخي وصديقي وابن بلدي ومن أعيش معه على مدى السنوات. إذا نعيد أيضا جميع المسيحيين يعيدون هذا العام معا بكل الطوائف وشرقا وغربا، كل مسيحي في العالم يعيدون عيد الفصح مع بعضهم البعض. وأعيد أن إخوتي المسلمين كل الطوائف الإسلامية أعيدها، لأن القيامة أيضا فيها إشارة واضحة في القرآن الكريم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا القيامة هي مرتجى كل إنسان على هذه الأرض بعد حياة عابرة نسميها فانية أو دنيا تحت، نطلع لفوق على ما يريده الله لنا، كما قال يسوع: إن في بيت أبي منازل كثيرة وأنا ذاهب لأعد لكم. مش التلاميذ فقط، مش فقط المسيحيين، يسوع يعد مكانا لكل إنسان يؤمن بالحياة وبالقيامة. نعم، أنا أشكركم بداية غبطة البطريرك على استضافتنا في كنيسة الزيتون، هذه الكنيسة الجميلة. وأنت قلت لي معلومة 150 سنة اليوم أو بهذه الفترة اليوبيل 150، يعني أنت استبقتيني أخذتي سبق إعلامي أنه نعلم من الفضائية السورية الجوبيل 150 سنة لكنيسة سيدة النياح، الانتقال، القيامة أيضا، قيامة العذراء، الانتقال، قيامة العذراء، قيامة يسوع، قيامة العذراء، وذلك 150 سنة على بنائها 1864. وإن شاء الله في 8 أيار سيكون احتفال بهذه الكنيسة للإعلان عن هذا الجوبيل. وأيضا عن شيء آخر، الأم الختيارة 150 سنة عمرها سيولد لها أيضا بنت، هي كنيسة جديدة في خضم الدمار للجوامع والكنائس. صحيح. 91 كنيسة دمرت أو ضرت في كل أنحاء سوريا و2000 جامع. فنحن إن شاء الله بعون تعالى بركة أمنا مريم العذراء سنبدأ بعد العيد بحفر أساسات بناء كنيسة جديدة في جرمانة على اسم القديس بولس ابن دمشق الذي أتاها مضطهدا، ومنها انطلق إلى العالم يحمل نور الإيمان إلى العالم كله سوا. إن شاء الله عامرة، إن شاء الله عامرة غبطة البطريرك. تسمح لي غبطة البطريرك قبل ما نبدأ حديثنا بشكل عام عن سوريا وعن هذا العيد ومعانيه، عرف المشاهدين، وأنتم غنيون عن التعريف لكن كتعريف طبعا بيعرفوك أكيد كقيمة وكاسم، لكن مغلط كمان يعرفوا ما هو أجمل. بداية مشاهدينا، غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، هو ابن داري الشام وابن خبب درعا.
نص بنص. نص بنص. الأب من درية والأم من خبر. نعم، بداية حضرتكم بدأتم دراستكم وحتى اللاهوت في صيدا في لبنان في دير المخلص العامر، ومن ثم ذهبتم إلى روما وحصلتم على ليسانس لاهوت ولاهوت شرقي ودكتوراه علوم كنسية شرقية من المعهد الحبري. سميت كاهنا في جروتا فيراتا، هي أخذت اسمه من حضرتك. جروتا فيراتا. فيراتا قرب روما تماما عام 59. عينت مديرا بطرياركيا ومن ثم نائبا بطرياركيا أصيلا في بطريركية الروم الكاثوليك في القدس، وذلك أثر اعتقال المطران كابوتشي من قبل إسرائيل، وهذه تجربة سنتحدث عنها كثيرا. 1974 تماما. ومن ثم انتخبت مطرانا في سينوتس عام 81، ومن ثم انتخبكم السينوتس المقدس بطرياركا في عام 2000 بعد ماكسيموس الخامس. شعار غبطة البطريرك: اسهروا وسيروا في المحبة. مرحبا بك من جديد. إن شاء الله نسهر كلنا، نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، ننتظر عودتك يا إلهنا إلى عالمنا وإلى أرضنا. نعم. قائما وحيا. نعم، بداية غبطة البطريرك، حضرتكم تتحدثون عن أن سوريا أرض القيامة ولك يا سوريا القيامة، وقلتم بأن سوريا تسير اليوم على درب الصليب. كيف ستتحقق قيامة سوريا؟ هذه التسمية أبناء القيامة بدأت للمسيحيين خصوصا باللغة السريانية في سوريا، دعوا أبناء القيامة. إذا نحن إلا ماضي قيامة وإن شاء الله مستقبل قيامة، ولكن واقعنا اليوم فيه هذه المأساة. 4 سنوات سميت ضرب الصليب، وقبل عيد الفصح دائما عندنا الجمعة الحزينة أو الجمعة العظيمة، تسمى الجمعة الحزينة لأنها في حزن، والجمع العظيم لأن من نحزن لموته قام. نعم. لأن هي مقدمة جمع عظيمة. وأرسلت من سنتين رسالة إلى البابا فرانسيس وقلت له أنتم تقيمون درب الصليب بجمال بتألق في الكوليزي في روما هناك حيث الشهداء المسيحيون الأوائل، لكن نحن في سوريا 24 مليون سوري تقريبا كلهم طالهم مآسي هذا الصليب، صليب الألم، الخطف، الشهداء. صحيح. النازحين داخل خارج سوريا عند أرقام مخيفة. صحيح. أطفال قتلوا، أطفال معنفين 3 ملايين، أطفال مش قادرين يروحوا على جامعاتهم، الجامعيين ما قدروا يحصلوا تحصيل دراستهم الجامعية، الثكالة، الحزانة، الجرحى، المعوقين، كل هؤلاء أنا بعتبرون ماشيين على درب الصليب من 4 سنوات. نعم. هذا هو واقعنا، ولكن مع ذلك أنا أعتبر أن القيامة مشتركة. نحن في هذه الكنيسة إذا المصورين بيقدروا يشوفوا على يصوروا شوي فوق الكنيسة هنا فوق هذا الجدار. نعم. اللي عليه الإيقونات عندنا الصلب، ولكن بين الهيكل الذي يقدس عليه كل يوم هو بالنسبة لنا مكان القيامة. فإذا فوق في صلب جلجلي ولكن أيضا في قيامة، وهذا ترمز إليه في القدس. واليوم دائما في عيد الكبير في سبت النور الذي فيه يفيض النور. نعم. نور مادي ونور روحي، وهناك بالكنيسة ذاتها وعلى مر حجر من الجلجلة هناك القبر والقيامة. فإذا هذا رمز عظيم، إن تحت القبة الواحدة هناك صليب وآلام وعذابات وموت، ولكن نهاية هي القيامة. في الكنيسة اللاتينية والتقوى المارونية أيضا بلادنا والسريان يسمى عبادة درب الصليب 14 محطة من الآلام والعذاب، آخر محطة هي القيامة، الآخرة هي فاخرة. إذا رغم أن هناك آلاما ولكن قيامة. وهذا ليس فقط في الأزمات اليوم نحن سوريا، لكن كل إنسان في حياته في دائما هذه المعادلة، صليب في البيت في الأسرة، زوجه ومرته مش متفقين، أولاد، ولد معوق، ولد مش ناجح، صعوبة ما في عمل، الأب ما عنده عمل كافي إلى آخره، أو مثلا ولد أجهضت الأم لأسباب في إذا كل يوم صليب، ولكن أيضا في أمل. يقول الكتاب المقدس، يقول الكتاب المقدس المرأة حين تلد
تتوجع. صحيح. ولكن بعد الولادة ما حدا بيقدر يقول قديش فرحتها لأنه ولد إنسان في العالم. إذا هذا الإيمان المسيحي هو إيمان بشري، يعتبره إيمان كل الناس، أنه دائما في بكل حياة إنسان في صليب ولكن في قيامة. يشعر بنفس الوقت بيكون عم بزغرد، حتى الضحكة، ضحكة الإنسان ممكن يكون ضحكة بكاء. صحيح. وضحكة فرح، في شيء بسيط بين الضحكتين. فإذن هذا الإيمان المسيحي أنا بعتبره إيمان إنساني. ولذلك القيامة كما قلت في مطلع هذه المقابلة، القرآن الكريم في كثير بالعكس إليه راجعون وعند ربهم يرزقون، يعني آيات القيامة موجودة بكل إيمان إنساني، لأن الإنسان طموحه كبير أنه يمكن أن يكون فقط على هذه الأرض 20-30 سنة، شوي 40-100 سنة ليس شيئا. إذا الإنسان دائما حتى رغم تعلقه بالأرض يشعر بأنه السماء هي المحطة الأخيرة، وهذا معنى القيامة، وهذا معنى السوريون في كل هذه البلاد سموا أبناء القيامة. ولذلك أملي، ما تسأليني أكثر من هيك كيف ينتهي درب الصليب، ولكن أقول لك أنا بعتبر أول مرة بقول على الإذاعة أنه أن تبقى سوريا سوريا، وأن يبقى فيها جامعات مدارس وكنائس وجوامع ومشاريع. بلاقي كل يوم بالتالي في الإذاعات السورية في مشاريع بالوزارة والوزارة والوزارة، غريب عجيب. وكيف عم ناكل خبزنا، عم ناكل من منتوجات بلدنا، بعدنا متضامنين، بعدنا جيش، هو في كتير مشاكل، لكن كل هذا الإيجابي في حياة 4 سنوات السورية أنا بعتبرها بالمعنى اللاهوتي الحقيقي هي عجوبة سوريا الصامدة. نعم، عجوبة سوريا الصامدة، وقلتها في أكثر من مؤتمر. البعض يمكن تعجبوا قالوا أنت كثير متفائل، لكن صمودنا 4 سنوات هو مقدمة لنصرنا بعد 4 سنوات إن شاء الله ما بالطول، ولكن مع ذلك فإن درب الصليب هو في الوقت ذاته درب القيامة، لأنه بالقدس أنا عشت 26 سنة، كل سنة كنت أسير على ما يسمى لافيا كروتشيس، درب الصليب. فلكن كنا بالأخير نوصل لأفراح القيامة. وبقول لك أكثر من ذلك، المسيحيون هالعام بالذات كأن الصيام قبل الفصح أن 40 يوم 50 يوم صيام. صحيح. أشكر الله، هذا عجوبة. كنيسة رغم الهاون يسقط باب تومة، باب شرقي والأصاع وكل المناطق اللي أكثريتها مسيحية، كمان طبعا سقط على أماكن أخرى. نعم. ولكن وجرمانا 2000، يعني في أماكن مستهدفة يمكن لأنه فيها مسيحيين، مش على المسيحيين فقط، لإلقاء الفتنة ولأجل أهداف أخرى. نعم. لأن أنا مواطن. نعم. ولكن أقول رغم كل ما هنالك من مشاكل وصعوبات وخوف عند الناس، مدرسة المنار، صحيح، مدرسة نحن قتلت لين كويتر إلى آخره، يعني عندنا أسماء كثيرة شهداء، شيء 1300 أنا عيّته عن عيد الميلاد. رغم كل ذلك كنايسنا بالشام وريفها ملأة كل يوم، كل يوم ملاني أكثر من أي سنة أخرى. وأظن أنه أخبتنا الشيوخ ممكن يقول أنه الجوامع أيضا فيها مصلين. إذا هذا الإيمان هو مستقبلنا، هو جوابي عليك القيامة آتية، ولكن ربما يكون بعد في مراحل، ولكن مراحل درب صليب سوريا ستنتهي بإذن الله، وبشفاعة هذا العيد، عيد القيامة، ستنتهي بأفراح القيامة. كلنا بنقول المسيح قام حقا قام، ولك يا سوريا، وهذا عنوان رسالتي لك يا سوريا قيامة، لك أنت يا إنسان أيضا قيامة. نعم، أنا ما رح أسألك مثل ما قلت ذكرتم حضرتكم غبطة البطريرك عن أنه متى ينتهي درب الآلام ومتى تكون قيامة، سأسألكم إذا سمحتم ومن ضمن رسالتكم التي كتبتموها بمناسبة هذا العيد، عيد الفصح المجيد، تحدثتم عن خطر إفرازات الأزمة السورية. لا شك كما قلت بأنه صمود الشعب السوري هو صمود عجائبي، لا شك بأنه القيامة السوريين هي موجودة وهي ستكون بأي وقت من الأوقات، لكن ماذا عن خطر
ما بقي من إفرازات الأزمة، كما قلت الآلام، المتألمون، الشهداء، المدمرة بيوتهم، المتضررون، هذا تحدثنا عن الأضرار التي لحقت الناس بحياتها، وأيضا عن الأضرار النفسية، الأضرار النفسية التي ممكن أن تزرع في القلوب ربما حقدا، خوفا، ألما، خوفا من الآخر. كيف هذا يمكن؟ هو بالنسبة لي خطر الأكبر. من بنى الحجر سيبني الحجر، ولكن بناء البشر وبناء الجسور بين البشر والتواصل بين البشر وقبول الآخر، حتى الآن تمكننا من أن لا يكون الصراع مسيحي إسلامي أولا. نعم، مهم جدا جدا هذا. نعم صحيح. وأنا أقول في كل مكان، وما بحبش أنه هذه العبارة المسيحي مستهدف، أنا مواطن نقطة على سطر. نعم. المواطن السوري إذا كنت مستهدفا، ليس من المسلم أخي اللي أعيش معه أنا بالحارة، بالقرية، بالشمال، بالجنوب، بالرقة، بجسر الشغور، بربلي، بالقصير، بكذا، بيبرود، أنا هذه الخطر أن يكون هناك إنسان خارجي يدخل على الخط، ولا أيضا نجح من يريد الشر لسوريا أن يكون صراع إسلامي إسلامي، في شيء منه ما بنقدر ننكره، ولكن هذا كبر وعظم وأصبح خطرا بسبب الخارج. يعني في عندنا، وأنا ما بنقدر ننكر أنه في كل إنسان، حتى الأخ وأخوه بيختلفوا. فنحن إذا اختلفنا السوريين مسيحي ومسلم، عندنا 1435 سنة وفاق، وفي بيناتها ثغرات هنا وهناك، هذا ما يجب نكون نغمض عينينا، ولكن إذا أخذنا هذا المجمل 1435 سنة من الوجود المتوازي مسيحي إسلامي، هذا أكبر ويمكن أن نحققه بالنسبة لحوار وتواجد وتعايش الأديان بعيدا البعض. أوروبا المسيحية كلها سوا عاشت مآسي، نعرف بالتاريخ، صحيح. حرب 100 سنة وحرب 30 سنة بين مسيحيين. نعم. نحن ما قامت حروب بيناتنا، يمكن كان في بعض discrimination، في بعض مرات استئثار، يعني واحد يستفيد من المسلم المسيحي شوي ضعيف من ميل عليه، هذا موجود بكل محل، ما نكون ما نخبي عينينا، لكن هذا بالنسبة لما نحن نعيشه من إيجابيات أنا بعتبره حجمه صغير، وهذا بيعزينا وبيقوينا، حتى أنه هذه الإفرازات اللي قلته أنا طيبا مقطع طويل عريض، صحيح. هو أخطر من الآخرين، هو أن تدخل الأفكار التكفيرية إلى مجتمعنا، أن لا نكون أمناء على تراثنا التعايشي التواصلي المواطنة الاعتراف بالآخر، يعني أن نكون، يعني ما حدا اليوم بسوريا إذا تطلع شاف كنيسة بتأثر أو شاف جامعة بتأثر، عم نشوف كل يوم في جامعة وكنيسة هون وجامعة هون، يعني ليس تعودنا، فهمنا معنى وجود هذه وتلك من أماكن العبادة جامعا أو كنيسة. إذا هناك الخطر إفرازات التي ممكن تأتي من الخارج. نعم. أكيدا هلأ في حقد، في ناس تفادوا، في ناس قتلوا، في ناس قتلوا، في ناس خانوا، في ناس خانوا، في ناس حتى لو رجعوا صحوا أمورهم، لكن كان في سابق، كان في تاريخ صعب، صحيح. إذن في ناس بتعرف فلان قتل، فلان خان، فلان كذا، إذن في خطر داخلي، وفي خطر أن يدخل من الخارج هذه التأثيرات السلبية. إذن في عندنا خطر داخلي أن المجتمع السوري يتخلخل لأسباب الإزلام، ومن يأتي من الخارج بأفكار تكفيرية خارجة عنا، إذا بدنا نحامي عنا عن ذاتنا، بدنا نحصن ذاتنا داخليا ضد إفرازات داخلية بالحي الذاتي، يطلع الواحد للتاني شزرا بغير عين، صحيح. العين السابقة، صحيح. وتأثير الخارج اللي بهمه أن يوقع الفتنة. وأنا أعتبر ما حدث للمسيحيين، 91 كنيسة، 91 كنيسة دمرت، وما هناك من قرى بالمرة أفرغت بين سكانها، صحيح. يبرود شوي ما طولت، القصير ما طولت، الحصن رجعت، بعلولة الآن على الطريق. إذن هذه كلها هي محاولات لوضع الفتنة، وليس استهداف مسيحي كمسيحي. أنا بظن هذا استهداف لأجل فتنة ولأجل إبراز أن المسيحيين مستهدفين، يا عالم أوروبي الدولة شمون.
والنظام سموه، إذا كأنه يخاف على المسيحيين الأوروبيين، وهم الذين سبب كثير من آلامنا ومعاناتنا. ونعرف أنه المسيحيون في العالم متضامنين، الكنائس، الفاتيكان، البابا، من كل لحظة نذكر البابا فرانسيس. صحيح. ذكر سوريا أكثر من 40 مرة في عام واحد. صحيح. من حبريتي، والكنائس، مجلس كنائس عالمي، أنا حضرت مرتين في جنيف بدعوة من مجلس الكنائس العالمي الذي أصدر مرتين على دفعتين بيانات واضحة جدا بخط السوريين، يعني الكنيسة كلها توافق على الوضع السوري وعلى السياسة السورية الداخلية وعلى مؤتمر جنيف وعلى مبادئ الأساسية التي قدمها أيضا الوفد السوري. إذا غريب، ليس فقط كنيسة سورية هنا محليا، نحن مع الوضع السوري ولها صوت واحد. بطاركة الله يرحمه، مثلث الرحمة البطريرك هزيم، والمثلث الرحمة البطريرك أغناطيوس زكى عواز، حاليا عندنا سيدنا المطران يازي وسيد المطران أغناطيوس أفرام الثاني، وهم بالخط ذاته. ولكن نحن ثلاثة سابقا أصدرنا أكثر من بيان مشترك. إذا صوت الكنيسة المحلية صوت واحد، وصوت الكنائس العالمية من كاثوليك، من أرثوذكس، بروتستانت، أنجليكان، لوثريين والطوائف الأخرى، كلها بصوت واحد مع توجهات الكنيسة المحلية، مع الأوضاع وأمن سوريا واستقرارها واستقلاليتها والقرار الداخلي لها، ومن نكون نريد رئيس، من نريد أن يكون حكومتنا، ده شأننا. فهذا أظن الذي يقوي معنوياتنا ويساعدنا على هالإفرازات هيدي، إن شاء الله لا يكون لها تأثير كبير. وأنا ذكرت في رسالتي وزارة الأوقاف. نعم. التي أحيي سيادة الوزير عبد الستار الذي في الواقع أصدر هذين الكتابين لأجل تخفيف من مطأة هذه الإفرازات بإبراز الإسلام في صحيح في حقيقته، وأن لا يعتبر أي تعدي على المسيحي تعدي من المسيح المسلم، تعدي من الآخر. يمكن له ظاهرة الدين ولكن ليس له من الدين من شيء. وحتى من يقتل المسيحي لأجل دينه، لأجل دينه، أنا بقول لو كان عنده دين ما كان. نعم، أكيد. قتل هذا لأنه الدين الإنسان. الإسلامي بالأصل، وهذا يحصن العلاقات المسيحية الإسلامية. أن هذه الأمور خارجة، وهذا هذان الكتابان هما في الحقيقة جواب جميل. الفقه الأزمة وشرح لكثير من المسائل تأتي في خلد وتفكير الناس كبار وصغار، ليك شو التكفيري، قتلوا باسم، صلبوا واحد إلى آخره، كل هذه الأمور، وكأن هناك الإسلام على المسيحية. أشكر وزير الأوقاف سيادة الوزير على هذين الكتابين، وتمنيت أكثر من ذلك من شأن إفرازات هذه الأزمة أن يصار إلى تأليف كتيب كراس للأزمة، يعني ما قيل في الكتاب كبير، أن يكون هناك كراس صغير لأجل معالجة هذه الأمور الإفرازات، ويكون نوعا ما ردف للكتب المدرسية في كل الصفوف. فكرة مهمة فعلا، هذا مهم جدا، وعرضتها وأظن أن لاقت استحسانا، أن يكون هناك إذا تربية جديدة. نحتاج اليوم إلى تربية جديدة في مجتمعنا، تحصين ليس فقط بكتابات، هذه مهمة. أن كتاباتي أكيدا، أنا أقصد ما أقوله، وهذا بالعربي والفرنسي والإنجليزي، مترجم والألماني مترجم، لحتى نوصل الفكرة الخارج، ولكن نحن سنبدأ من الداخل. وآمل أن هنا الوزارات المسؤولة بهذا المعنى أن حقيقة تجمع مجموعة من المفكرين لكي يضعوا هذه الأفكار التصحيحية الترشيدية، لكي ما يكون حصانة في مدارسنا، مستقبلنا، أولادنا اللي يعيشون كل يوم يشوفوا بالتلفزيون الإفرازات صارت في قلبهم. صحيح صحيح. صارت حقد، شافوا مسيحي، شافوا مسلم قدامه عم يقتل، شافوا واحد عم يصدر مسيحي عم يقتل بونا فرانس، شاف مسلم عم يقتل فرانس، بدنا نفرجيه مش مسلم هذا اللي قتل، بيّن إنه مسلم لكن ليس مسلما. إذا ضروري إن نعمل هالكراس بأقرب ممكن حتى يكون جاهزا، إذا أنا ممكن طلب في السنة الدراسية القادمة 14-15 ليكون في أيدي الطلاب، ويكون معلمون متخصصين لكي ما يوجهوا هذه التصويب والترشيد الروحي الذي قامت فيه وزارة الأوقاف، أن يكمل بالخط أيضا التعليمي العام.
نعم، أريد أن أسألك عن موضوع غبطة البطريرك. تحدثتم عنه، قلتم أنه استهداف بعض الأماكن التي يتواجد فيها مسيحيون في سوريا له هدفان، موضوع الفتنة وأخذت حقها في حديثكم، يعني في هذه الكلمات التي قلتموها، لكن هناك أيضا موضوع الهدف الآخر وهو التهجير. عندما نتحدث عن المسيحيين بشكل عام في سوريا وفي البلدان العربية، من المعروف بأنه هناك تسهيل لهجرة هؤلاء المسيحيين، وكأنهم دائما أعطاهم إحساس بأنكم تعيشون في خطر، لستم بأمان في هذه البلدان، من الأفضل لكم، وهناك من يفتح لهم الباب ويساعدهم على مغادرة بلدهم. ماذا فعلتم بهذا الموضوع غبطة البطريار؟ كيف تعاملتم؟ كيف تواصلتم مع أبناء رعيتكم؟ أنا أشيع علي لما أول سنة 2001 بعد ما انتخبت أني أصدر مرسوما قيل إنه مرسوم بطريركي، الهجرة ممنوعة، وقاموا علي الناس، لكن أنا قصدت، لم أصدر مرسوما رسميا، لكن أنا أصدر أفكارا ضد الهجرة المسيحية، وأقول لأولادي سنبقى، وكل مرة ألتقي بالشباب ستبقون، في ردي سنبقى. الآن في هجرة، في أن 400 أن تقريبا مليون 3/4 مسيحي في سوريا، خف عددنا ليس لأنه هاجرنا فقط، لأنه ما عشان نتجوز، ما عندنا أولاد، بينما إخوتنا المسلمين بيجوا أولاد أكثر. إذا في هناك ليس فقط الهجرة اللي تجع تفاوت بين الأعداد سابقا واليوم، النمط الاجتماعي، النمط الاجتماعي، هذا نقطة. في تقريبا مليون 3/4 في نازحين داخليا وخارجيا، 450,000، هذا خطر. كمان في ناس طلعوا على لبنان بيرجعوا، على الأردن إن شاء الله بيرجعوا، تركيا لا، مصر 130,000 بيرجعوا إن شاء الله. أنا خوفي على من يخرج إلى الخارج. أنا قلت لهم أنا بدي تبقوا، لكن ما بقدر أنا أمنعهم يروحوا، أكيد أن كل واحد يخاف على حياته. كما أني توجهت إلى السفارات ليس لأمنع إعطاء الفيزا، هذا مش شأني، بحب أقولها، أن البعض خمن أن البطرك أو البطاركة منعوا إعطاء التأشيرات لأولادنا، أنا لم أفعل ذلك، ولكن تمنيت على الدول المضيفة لأولادنا أن يحصروا استقبال الناس في حالات خاصة. نعم. صعبة، الإنسان مهدد بحياته، في منا كثير، لكن ليس أن تقول أنا بستقبل 10,000، هذا خطأ. أما أنا يمكن أستقبل حالات خاصة حتى 10,000، ولكن ليس أنا بفتح الباب ل10,000، بصير اللي بده يروح واللي ما بده واللي في صعوبة وغير صعوبة بروح، هذا خطر. أنا نبهت السفرات، قلت لهم لا تقول نحن نستقبل 10,000 أو 5,000، قل نحن نستقبل لأجل مساعدة السوريين لحالات خاصة وظروف صعبة حتى عدد 5,000 أكثر، حتى لا يفتح الباب لكل إنسان يعن على باله أن يهاجر وفي إله قرايب وفي إله أصحاب وفي إله كذا. إذا لا نعطي قابلية للهجرة، هذا أنا سياستي، وهذا ما أطلبه من أوروبا، خصوصا من ألمانيا، بعرف كثير أصدقاء، وأيضا في مؤتمراتي أقولها بإنجلترا، قلتها بفرنسا، قلتها، وأنا عندي سفر قريب إلى أمريكا أيضا سأقولها، لا تعطوا حقيقة من باب مفتوح لأجل حالات خاصة، وهذا حق واجب على استقبلونا وحق لأولادنا في صعوباتهم. أما أن نفتح الباب لكل إنسان أنا ضده، ويجب أن نسدد كلنا شيوخ وكهنة ومالي، حتى كمان الإسلام بيهاجروا، صحيح هجرة مسيحية، لكن هجرة الإسلام أكبر عدديا، روح ديترويت، المهاجرين من لبنان سوريا أكثر من الإسلام، أكثر من المسيحيين. إذا الهجرة حق، ولكن نحن يجب أن نحافظ على نسيجنا الاجتماعي. ما بحافظ أنا على المسيحي لأنه مسيحي، حافظ أن المسيحي مع المسلم. ليش يروح المسيح يجيبنا يروح على غير أمانة؟ لك أنا بحاجة إله، المسلم أخي بحاجة إله. إذا يجب أن نشعر المسيح أنك أنت دورك ليس فقط أن تحافظ على حياتك، أن تحافظ على دورك. ولذلك أنا بدل ما أوروبا تقول في تهديد للمسيحيين، في اضطهاد للمسيحيين، في خطر عليهم، أقول لهم ساعدونا حتى نفهم دورنا الآن بالضبط. وليس أن تخوفونا وتقولوا في خطر والمضطهدين، ما بدي أسمع الكلمة أنا، ما بدي أسمع. في ألام، في صعوبات، بعرف أنا بشعر مع أولادي وأنا قريب إلهم، بزور الشهداء، بزور عائلة الشهداء، بزور البيوت، وأنا في كل يوم مع الناس، بحب أكون مع الناس، وكل متألم بالمستشفى زرنا الأولاد في المستشفى اللي قتلوا انضربوا وانجرحوا بالمنار، لكن أقول لهم ابقوا لأجل إيمانكم. والرئيس سيدنا السيادة الرئيس بشار الأسد قال سوريا مهد المسيحية،
هذا يرغمنا أن نبقى هنا. نعم نعم. شهادة للمسيحية التي هي أيضا جزءا من تراثنا. نعم. نحن هنا معا، يجب أن يكون مسيحي، أنا بدي أكون مع أخي المسلم. نعم. قلت مقولة هبرجاء، يجب أن نبقى معا مسيحيين ومسلمين لأجل بناء بلادنا وسوريا بنوعٍ خاص متجددة. يجب. ثانيا، يمكن أن نبقى معا مسيحيين ومسلمين نبني سوريا المتجددة. ثالثا، نريد أن نبقى معا مسيحيين ومسلمين نبني سوريا المتجددة. إذن يجب، يمكن، نريد. نريد. بحب أن أرددها قدام وبشوف الناس منتظرين أن أقولها. وين سيدة؟ ما قلت لناش هالمرة هالمقولة، يجب، يمكن، نريد. نريد. نعم. وهذا مهم أن أقول لأخي المسلم. أنا بحب المسلم اسمي، أنا بقول بحب أقول للمسلم أنا أحبك. نعم. مش فقط بدي أعيش معك، ولا بدي أنا يكون عندي حقوق، أنا بدي أقول لك بدي أحبك. بعدين بتجي الحقوق، بتجي الامتيازات، وبتجي كل شيء. إذا بدأنا بالمحبة، قلت المحبة لا تسقط أبدا. بشكر سانا اللي أخذت هذا المقطع من رسالتي، ما كنت منتظر. المحبة لا تسقط أبدا، وقالت إنه السوريون يبنون سوريا والمستقبل بالمحبة. أنا نعم. أشكر سانا على أن عند هذا الفكر النير أن تبرز من كلمات، مش فقط السياسي. بحبش إنه وسائل الإعلام تحط بس كلمة سياسية حطونا إياها، حطونا كلمة روحية، لأن الروح ينعش. صحيح صحيح. الحرف يقتل، أما الروح فيبني. طيب. إذن أنا أقول هذا الأمر، إن المسيحيين الآن لا يجب أن نشيئ أبدا. أنا كل محاضراتي عندما يكون في عنوان محاضرة اضطهاد المسيحيين بشطب علي، عندما يكون محاضرة عنوانها خوف على المسيحيين بشطب علي، بقول نحطه حضور ودور. حضور ودور. دور حضور بلا دور ما معناته؟ روح. نعم. إلى ما بدك. نعم. ودور بلا حضور ليس له معنى. إذن أنا بدي أحافظ على الحضور المسيحي والدور المسيحي لأجل أخي المسلم. أنا لا معنى لتاريخي المسيحي بدون أخي المسلم. مش هيدي مجاملة، هذا أنا أعتبره حقيقة. يجب أن نكون من ثوابتنا في سوريا أنه أنا المسيحي جزء من هذا البلد وجزء من تراثي. والبطايك الكاثوليك على مستوى الشرق العربي كله سواء أصدروا رسالة من شيء من سنوات، قالوا فيها إن جزءاً من حضارة المسيحية هو حضارة إسلامية، كما أن جزءاً من الحضارة الإسلامية حضارة مسيحية. صحيح. هذه المعادلة الجميلة، ويجب أن نشتغل لأجل أن يبقى هذا النسيج بهذا التوازن، حضور مسيحي وحضور إسلامي، ومعاً نبني سوريا المجددة، ومعاً ننتصر وتنتصر سوريا بنا. وليس بالخارج. غبطة البطريرك أعطيتم هذه الفكرة حقها، لكن دعني يعني أذكر ولو ناحية سلبية لهذا الموضوع. هناك من يقول بأن المجتمع السوري كما قلت متوازن متعايش، لكن بالنهاية ما دامت الأولويات أو الناس أو المواطنون ينظرون إلى الأمور حسب أولوياتهم الدينية وليس أولوياتهم الوطنية أو الاجتماعية، ستبقى هناك مشكلة. وهذا دليل على أن كل سنوات التعايش الآلاف التي ذكرت ووقعنا نوعا ما بهذه المشاكل أو بهذه الإفرازات التي تحدثتم عنها، يعني كيف يمكن أن ننتقل لمرحلة الولاء الوطني أولا ومن ثم الانتماء الديني؟ يمكن أنت ما سألتيني بدك تسأليني إياه. أنا في صدد أن المنتدى فكرة حول think tank، يعني مثل فورم وبالعربي المنتدى. منتدى تماما. سميته المنتدى السوري. صحيح. مسيحي، لأنه أنا مسيحي بدي أفكر كمسيحي. كيف أنا بس أقول، بدي أقول أخوة المسلمين والمجتمع السوري، عندما المسيحي يفكر بأن يكون من له رأي مسيحي من منطقة إيماني، ليس لكي يختلف عن أخوه، لكن لكي يدعم ويردف الفكر الإسلامي بفكر مسيحي. إذا يجب المسيح أن يأتي بشيء جديد. لماذا الفصل غبطة البطريرك؟ مش يعني أنتم تقولون بأنه تعتقدون بأنه القناعات المسيحية هي قناعات وطنية بالمطلق، وتعتبرونها أكثر صفاء من القناعات الأخرى. لا مش طيب قناعات. لماذا لا يكون هناك العمل مشترك؟ هذه قضية. لذلك أنا أقول لا عملية في الواقع. هلأ قيل أنا بسمع أنه بهالأزمة المسيحي بقي أكثر ولا أن لسوريا ولمستقبلها، لكن أنا أريد أن أنتقل أكثر. المواطنة، أنت أشرتي تقريبا مواطنة، أنا أقول بهذا المعنى أنا كمسيحي بدي أردف
مجتمعي المسلم بأفكار المسيحية، كما أنه أيضا المسلم يردف. إذا يعني من منطلق إيمان، ليس حتى إيمان يكون مثل إيه الله أكبر بنقته، لا، لكن حتى إيمان يكون نير حتى يعطيني كيف أكون مواطنا صالحا، كيف أكون قريبا إلى آخر إنسان. ولذلك هذا المنتدى السوري لأجل إعطاء رؤية مسيحية لمجتمعي اليوم، وسيكون أيضا أعضاء مسلمين حتى نتعاون مع بعض البعض. وأنا لي تاريخ قديم، يعني لما كنت بالقدس 1983 أسسنا مركز لقاء، كان مسيحيين وإسلاميين أسسوا مع بعضهم، أساتذة جامعيين من الخليل من القدس، هلا بيسمعوني بالخليل بيذكروني، الدكتور يونس عمرو وغيرهم الذين كانوا معنا، لكي ما نقدم رؤية فلسطينية مشتركة مسيحية إسلامية. وهذا أنا فكري، أنه إجمع إخوتي المفكرين المسيحيين، تعالوا لهون بدنا نمشي مع بعضنا، ما تكون ساعدونا، ما تكونوا فقط لنا بزنس ونعمل تجارة، لا، بدي كمان تفكروا معنا حتى نغني بعضنا البعض. نحن كل يوم نقول شيء جميل جدا فريد، نبدأ الأخبار الفضائية وخصوصا الراديو 1435 هجرية الموافق 19 أو 20 نيسان 2014 ميلادية. هذا فريد من نوعه، هذا لحاله يظهر كيف تواصلنا مع بعضنا، وهذا يشتغل عليه. الميلادية موجودة والهجرة موجودة بالعالم كله، ما في إطلاع، ما في إلا نحن عندنا سوريا لبنان والأردن، يعني هالمناطق اللي فيها إسلام مسيحي يذكرون الميلاد والهجرة. رائع، إذا عندنا منطلقات إيمانية جميلة حتى يمكننا أن نجعل عالمنا المدينة الفاضلة تبع الفارابي وأكتب الفارابي وأرسطو وكل المفكرين يوم بدنا إياها، لأنه في عنا أزمة. بدنا اليوم نجتمع كل مفكرين، وأنا أدعو كل مفكر يجي تلفلي، نعمل دعاية هلأ بالفضائية يتلفلني على بطاقيتي، أنا بدي إجي أحكي معك مسلم دكتور، أنا مستعد. لازم نكون الآن نفتح كل أبوابنا ونجوه لكذلك عنايسنا وأديارنا، يا بدنا نعيش مع بعضنا، تعوا يا أخوان، إيدك بإيدي يا أخي، مثل ما قال وقت الله يرحمه وديع الصافي، إيدي بإيدك على المشوار. صحيح. بدنا إياها، هذا تفكيري، ليس حتى أنعزل أنا، بدي أنا أحفز إخوتي المسيحيين حتى يفكروا لكيف يمكنهم أن يكونوا معا مع إخوتهم المسلمين لأجل مستقبل أفضل. بعد في شغل كثير، في شغل كثير بعد سوريا. صحيح. ما خمن وصلنا، لأنه الأزمة بلا أزمة مهما أنا قلتها في أوروبا، لا يمكن سوريا بعد 4 سنوات حرب وأزمة أن تبقى كما هي، ستتغير سوريا، ستتألق. القيامة هي البعث، مش البعث ضروري الحزب، البعث كمان يعني البعث بيقولوا غبطة البطريرك حزبي هلا نحن جايين على كان في الجلاء والبعث عليه، لكن البعث أبطل، والبعث فكرته مش عارف، لا ظن هي فكرة قيامية. نعم. والسورية كلها قيامية، والمجتمع كله قيامي، بلا قيامة كل إنسان مش تعيس وكأنه حيتنتهي بمشاكله الصغيرة. تيجي القيامة تقول لا، القيامة بتقول لك أنت في عندك مشاكل لكن عندك تألق، شوف يا هلا صليب، طلع بالصليب أحلى، هذا صليب، هذا زهور، هذا بقى زهور، هذا رمز إنه هالصليب هذا رغم قساوته في عليه زهور. إذا أظن إنه هذا المنتدى اللي بدي أنا أنشئه، عم حاول حلو هلا. أنا أشكركم عملتوا لي دعاية هلا اليوم، دعاية للخير، وأدعو كل مفكر مسيحي وإسلامي يتفاعل حتى نعمل شيء جميل حضاري، مش حزب سياسي، لا، منتدى فكري. كيف يمكن أن نحن كمفكرين سوريين مسيحيين مسلمين نبني أفكار جديدة لأجيالنا؟ بدنا نألف كتب جديدة، ما بدنا نعمل الكتب القديمة. بصراحة الكتب القديمة بتذكر جدا قليلة. سيادة الرئيس قال سوريا بات المسيحية، بس شوفي لي بالتاريخ، بكتب التاريخ سوريا قديش في حكي عن الحقبة المسيحية، انه اجى الاسلام واحتضن المسيحيين. حلو، طب ما كانش في لهم وجود المسيحيين، ما كنا موجودين، يوحنا الدمشقي وكذا وكذا. اذا بدنا نصالح بعضنا. وانا اليوم اذكرك يا اخت اليسار، اعطيتيني هذه الفرصه، لازم نصالح بعضنا. والمصالحه بنحكي عنها كثير، واطلقت خشبه سوريا الخلاص الوحيدة لسوريا، المصالحة هي أن نتصارح بحب، والعتاب ك
بتعرف الحبيب والحبيب بيعاتوا بعضهم، فنحن دليل محبة طبعا بدنا نعاتب بعضنا، نتصارع مع بعضنا حتى انه نخرج ونبعد كل ما يمكن ان يكون افكار انه واحد يخاف من الثاني. صحيح. اليوم كنت عم بقرا في احدى الرسائل البطاركة والبطرك ميشيل صباح، بطرك القدس السابق اللي كان له عروبة عظيمة، ميشيل صباح أردني هو لاتيني ولكن ابن عرب هو، فيقول أنه يجب أن نبعد كل ما يمكن أن يجعل الأخ يخاف من أخوه، مش الغريب، حتى الأخ بالمن. إذن لا يخاف الأخ من أخوه، لا يخاف المسلم من المسيحي ولا يخاف المسيحي من المسلم، بدنا نصلي هيدي. لذلك أنا أشكر هالأفكار اللي هلا بجو القيامة يمكن حمستيني هيك أكثر من اللازم أنت حتى أقول كلمات بحياتي ما قلتها، لكن بجو القيامة أرجع أن أقولها لأنها هي تصدر من قلبي المحب. بتخليني زيد على الشعر بيت مثل ما بيقولوا، بما أنه حفزت لك هالأفكار. غبطة البطريارك لما منحكي عن فكرة، وأنا كتير مصرة وقف عند هذا الموضوع لأنه هو فعلا الناس عم تحكي فيه، مثل ما قلت المصالحة مصارحة والعتب محبة، ونحن بدنا نبني سوريا الجديدة سواء من ناحية البناء بشكل عام أو حتى البناء الفكري واللي أنت اختصرته بفكرة منتدى يجمع مفكرين مسيحيين وإسلاميين. مجرد فكرة أنه كل فئة دينية تعتقد بأنه هي كانت الأكثر ثباتاً، يعني هناك في هذه المرحلة وأنتم سمعتم بهذا الموضوع غبطة البطريرك تقول لك فئة معينة أنا كنت الأكثر استهدافاً، يعني أنا استهدفت أكثر من غيري، أنا قدمت شهداء أكثر من غيري، أنا كنت دائماً هناك من يريد أن يؤذيني، هناك من يريد مزايدة. حتى هذه الفكرة، يعني عندما يقول أحد مثلاً ابن طائفة دينية أو دين معين أنا كنت الأكثر ثباتاً، أنا من حميت أكثر من الطائفة الأخرى، حتى هذه كيف نستطيع أن نتخلص منها وبجهودكم كرجال دين لكل الأديان؟ إذا كان أحد كلماتي فسرت بأني أنا مشان ما تفسر، أنا ذكرت هالموضوع حتى لا تفسر، قلتها عن طريقة أنه أنا بحب أني أشدد على لأخوتي للمسيحيين ما تخافوا، خليكم أكثر محبة وعطاء حتى لو بعض المرات ظن وأنكم مستهدفون. بدي أشلي أقولك بهالمعنى شيء آخر. تفضل. السفير الباباوي ماريو زيناري اللي كثير عم بيحاول أنه يظهر على الإعلام ويعطي أفكار جميلة، قال كلمة بقولها بكل محاضراتي، أني أعطي أنا لسوريا بالنسبة بيتعلق بالحرية الدينية حرية العبادة، بعطي لسوريا علامة 10/10. فهذا يدل على أن نحن السوريين بصحة جيدة بالنسبة لتعاملنا مع بعض البعض، ولذلك حتى نتخطى هذه الفكرة أو نتحاشاها اللي قلتي عنها، أهل المنتدى بدي يساعد عليها حتى، وأنا أقول أنه حتى تفاخرنا بأن أنا عملت أكثر منك يجب أن نتفاخر، معليش حتى نتسابق، لأن نحن لما كنا بالزمان نعمل بالمدرسة مسابقة أقبول شعر آخر حرف منه بدي بلش في الحرف الثاني، وكنا نحطونا صف فريقين بالصف يقسمونا، أنا كنت مبسوط فيها، وآخر كل شهر يحطولنا علامة النصر لهذه الفريق وإلى النصر، هنا منتصرين وهنا النصر، حتى نشجع بعض البعض. أنا بحب أقول للمسيحيين أنه كنتوا أنتوا أمناء حتى تشجعوا على الأمانة، ليس للتفاضل ولكن للأمانة، وأيضا حلو كل واحد يشجع يعطي أكثر لبلده. صحيح. ليش نشجع ولادنا نحن نعطيه علامة يحط له هون على الجبين وهيك علامة إنه نجمة، ليش لا، وينات، ليش ما نكون نتنافس؟ القديس بولس بيقول بادروا بعضكم بالإكرام، يعني حاولوا كل واحد يتفوق على الثاني بالإكرام بالكرامة بالمحبة بالضيافة بالتضامن إلى آخره، بالتضحية بالعطاء. نعم. وهذا هو إن شاء الله بيكون دائما دأبنا إن شاء الله. غبطة البطريرك تحدثتم عن تأثير المسيحي السوري أو المسيحي الشرقي بشكل عام في بأوروبا، يعني بحكم التواصل مع الكنيسة هناك ومع الفاتيكان ومع رجال الدين المسيحيين. من خلال هذا التواصل لأي مرحلة استطعتم من خلال هذا التواصل أن توصلوا مشكلة كبيرة تعرضت لها المقدسات المسيحية؟ يعني اليوم معلولة
أنتم رأيتم ماذا حصل للمقدسات هناك، تحدثتم عن 91 كنيسة تضررت أو دمرت في هذه المرحلة. هناك أيضا لن نتحدث فقط عن سوريا، إذا أردنا أن نتحدث عن القدس، وحضرتك قضيت سنين في القدس، 26 سنة في القدس. المقدسات المسيحية كما الإسلامية تدمر وتستهدف وتستباح، إن كان في سوريا، إن كان في القدس، كان في مصر، إن كان في كل في كثير من في العراق، في كثير من الدول العربية. كيف استطعتم أن تؤثروا في هذا الموضوع بحكم تواصلكم مع المسيحيين ورجال الدين المسيحيين في الدول الأوروبية؟ يعني أولا أن نقول أن المؤسسات الكاثوليكية بنوعها خاص في العالم كله سواء جاهدة جدا جدا في هذه الأزمات لدعم السوري. وصلنا دائما يجب أنه طبعا تعطي للسوري المسيحي اللي محد منك، طبيعي هذا كل واحد جارك قبل دارك ودارك، لكن أيضا كن مفتي على في نحن نعطي بكل حصصنا، نعطي لأولادنا لأنه بيوجدنا كل يوم وبيطلب منا وين يا سيدنا وين يا أبونا ما ساعدتني، لكن أيضا نفتح المجال لإخوتنا المسلمين ونقول لهم كمان المسلمين ساعدوا المسيحيين، خلينا بقدر نتعاون كل واحد على دينه الله يعينه بيساعد رفقاته لكن كمان يساعد الآخرين. بقدر حلو تهتم بأولادك وتنظر لأولاد الآخرين. صحيح. أنا أمي رضعت واحد جار مسلم، يعني إذا خلينا نتعاون على بعض البعض. إذن المؤسسات الكاثوليكية في العالم أنا أشكرها بهذه المناسبة حقيقة أن تبذل جهودا جبارة لأجل دعم النازحين والمشردين وإلى آخره في هذه الظروف الصعبة. والآن أنا في تفكيري وأنك يجب أن يكون تضامن مثل النساء خصوصا معلولة بالذات، يجب أن يكون تضامن دولي عالمي، لأنه هذه هي حضارة، هذا التاريخ مش بدأ معلولة كمدينة معينة لأن فيها كنائس، لا، لأن فيها حقيقة رمز حضاري سورية بالمطلق. لغة السيد المسيح تمام. يعني لم يشفع هذا لمعلولة أن تكون عصية على الإرهاب وأن تكون محمية من إرهاب الإرهابيين برمزيتها بالعالم؟ لم تستطيعوا أن توصلوا هذه الفكرة أو هذا الصوت حتى استبيحت بهذا الشكل؟ يعني التكفيريين والمجرمين والعصابات ألفي عصابة غير ممكن أنك تسيطر عليها حتى من الفئات التي هي تخريبية، في 2000 فريق مش 2000 شخص، فهؤلاء من يمكن أن يوقفهم عن يضرب كنيسة أو يصلبوا إنسان في جسر الشغور أو يدمروا كنيسة أو يكسروا صليب؟ يكسروا الصليب، صليب صليب هو حديد، صليب يسوع مش صليب هو الحديد اللي نحن بنحطه. إذن هؤلاء مين يمكن أن يمون عليهم كما يقال؟ هؤلاء فقدوا، أنا قلت فقدوا بشريتهم وألوهيتهم. وأقول كلمة روحية، عندما يفقد الإنسان ألوهيته يعني أصل الروحي تواصله الروحي أصله مخلوق على صورة الله ومثاله. نعم. يفقد بشريته، فهؤلاء قبل أن يقتلوا ويأكلوا القلب أو ما إليه فقدوا صورتهم الإلهية، أصبحوا غير صورة مشوهة مكسرة. إذا عم يفقد الإنسان ألوهيته يعني أنه أنا على صورة الله، واللي عم بيطلع على صورة الله وقتها بصير اللي شفناه من هذه المآسي والبربرية والوحشية اللي صارت. إذا لذلك نحن هؤلاء مين يمكن أنه يبون عليهم؟ لكن المسيحية في العالم كلها قامت وهبت، وإن شاء الله لأجل الإعمار إن شاء الله بيكون أيضا هناك يعني دعم قوي جدا جدا لإعمار كنائسنا وجوامعنا وإعمار الإنسان. قلت بالزمان شعر ربي كنت عونا لي في بناء الحجر، فاحفظ بالإيمان نامية كنيسة البشر. بدنا نعمر حجر بسوريا بس بدنا نعمر الإنسان حتى يكون إنسان جديد. قيامة هي الإنسان الجديد اللي هو على صورة الله ومثاله. نعم. خليقة جديدة إن شاء الله، حيث نشعر أنه بألامنا بدنا نجدد سوريا. نعم. نعم. كل سوري ذاك أنا هاتوني بالرسالة، كل إنسان في له مسؤولية تجديد. بالضبط. أنا كنت أسأل مش لقاة الدولة مسؤولة اليوم، كل سوري بده يبلش عمله. شو لما عم تتحدث وغبطة البطريرك مع الناس وتقول لهم إذا أدرك كل شخص منا مسؤوليته الخاصة في المجتمع نستطيع أن نتجاوز خلافاتنا ونحلها بطريقة جيدة، ما هي المسؤوليات التي تتحدثون عنها عندما تخاطبون رعيتكم وخاصة في هكذا عيد؟ ما هي المسؤوليات بكل وضوح وبكل شفافية التي تطلبونها من كل شخص مسيحي أو مسلم في هذه المرحلة؟ بالحارة، بالمدرسة، بالشغل، بالمهنة، بالعمل، بالمصنع، بكل محل.
بادر أخوك اللي بشوف إنه هذا مسلم وهذا شوي يمكن أفكاره بعيد شوي عن أفكارك، أنت بادر بأن تقول له أنا بحبك يا إختي، شوف نحن بلاد سورية بدنا نبقى مع بعضنا، هذا عابر. فإذا كل واحد اليوم بده يفكر، لذلك المنتدى الفكري عم بيقول عنه بدنا نزرع، وأنا كل مواعظي أقول ذلك، كل مواعظي أقول كل زياراتي للناس للبيوت إنه أخوات ما لازم يكون في حقد قلب بقلبنا، ولا حتى لو أخوك اللي شفته خانك يمكن بدك تبني معه، لأنه موجود مش وين بده يروح؟ وين بده يروح؟ وين بده يبعته؟ إله أرض، إله بناء، إله عقارات، إله مدرسة، إله تاريخ، إله أولاد. إذا الآن بدنا، يقول القديس بولس اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح. الله قبلنا خلقنا، لأنه خلق شو؟ إنه الله خلقنا. فإذا نحن بدنا الله الذي خلقنا أن نقبل بعضنا بعضا، وأن نبادر بعضنا بعضا بالإكرام، وأن يكون لنا مبادرات صغيرة. هلأ نعزم بعضنا، جالك المسلم بهالمناسبة يعزمه، هلأ المسيحي بهالمناسبة يعزم. بتذكر لما كان ينعملوا التعليم المسيحي بفلسطين حاطين أمثلة، محمد يزور أخوه ميشيل بعيد الميلاد، ثم بعيد الفطر أو عيد الأضحى فرانسيس أو الياس يزور أخوه حمزة في عيد كذا، حطينا بكتب التعليم الديني في فلسطين. إذا اليوم أنا بريد أنه أدعو من خبال هوني الفضائية، حيث خلينا مبادرات صغيرة، لقيني من الطعميني يقول مثلا روح لعند جارك احكي معه، أنا هلأ بكون بالشارع بلك بصراحة بالسيارة ماشي بفتح الشباك بسلم على كل واحد، بالبزورية بمر بيعزموني حتى أخذ شوية بزورات أو بقلي، يعني بحب أني أكون قريب إلى الناس. الود الود الود، ولذلك الرحمن الرحيم المودة تهادوا تحابوا واتقوا الله. شو واتقوا الله؟ يعني تماما يعني كن لطيف كن ناعم كن صحيح. كن عندك صحيح. حنان. والبابا فرانسيس نشكره على أنه صلى مشان سوريا وجنبها المأساة الكبرى في 9 أيلول والمفارقة 7 أيلول سقطت آخر يوم معلولة نهار السبت، وثلاث شهداء معلولة ميخائيل وأنطون وسركيس، وعشية البابا بقي 5 ساعات يصلي في ساحة مار بطرس، و9 يوم بعد منا وقفت الضربة على سوريا والمراكب الحربية اللي كانت بتضرب سوريا صحيح انهزمت. فأربط ذلك بهذا إذن العمل إنه كيف تغيرت كل المعادلة. فإذن الصلاة والعمل المشترك الصلاة والإيمان، لذلك أنا بقول إنه هذه القوة الروحية اليوم تحتاج إلى باب فرانسيس تماما، الصلاة ودعا للصلاة من أجل سوريا، دعا إلى شيء، قال نحن نحتاج إلى ملاطفات الله وإلى ملاطفات بعضنا البعض. صحيح نحتاج إلى ملاطفات الله ملاطفات بعضنا البعض، مش نعم. فقط يعني مساء الخير، حيث الود الحقيقي لازم التواصل. ننعش مقابل هذه الأفكار التكفيرية والرفض والآخر وعدم قبوله بحياتنا اليومية. نحن هلا بالشارع وانت ماشي ما تغمض عينيك، افتح عينيك، قدامك أخوك الفلان الفلان ما تعرف شو دينه سلم عليه. يوم نحتاج أن نسلم على بعض البعض، السلام عليكم الأولى بكل احترام نعم. مساء الخير، الله معك الله معك. أنا بظن هالقضايا البسيطة الصغيرة بتخلي حياتنا بتهدي النفوس وبتعمل تواصل ود هادية نعم، قلبنا مفتوح مرتاحين، نسعد نحن نعم قبل أن نسعد الآخرين. نحن نسعد عندما أسعد أخي أنا أسعد نعم. غبطة البطريرك، أنا مشان الوقت بما أنه نحن بالدقائق الأخيرة في موضوعين أنا لازم أسأل حضرتكم عنهم، موضوع المطرانين المخطوفين الله يفك أسرون ويخفف عنهم يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي، وهناك أيضا رسالة حملتها بأن أوصلها لحضرتكم عن موضوع السؤال عن موضوع توحيد وقت العيد للطوائف المسيحية عيد الفصح الأرثوذكس الكاثوليك أنه يكون هذا الموضوع موحد بسرعة، كيف تجاوبني؟ أولا بالنسبة للمطرانين كلنا معهما 22 بعد يومين سيكون صلاة في الصليب لأجل المخطوفين مطرانين عزيزينا، إن شاء الله في مساعي هنا هناك أكيدا من غبطة البطريرك الروم أرثوذكس وغبطة البطريرك الجديد أي سريان أرثوذكس يعملون، وأنا أترك لهم لأنه هذا
لكن نحن ندعمهم بالصلاة وبالمساعي أداء إمكانياتنا، ولكن أظن أن هناك مساعي معينة وإن شاء الله توصل إلى خواتمها ويكون إفراج عنهما إن شاء الله بذكرى السنة الأولى لخطفها. ولكن أيضا في كثير مخطوفين غيرهم من أولادنا وإليهم. بالنسبة للعيد أنا من هذه الكاتدرائية 2001 بسبع أيام 2001 طلبت من البابا كان يوحنا بولس الثاني، وكان هنا كل الناس موجودين عم يستقبلوا البابا الشباب. عيدنا وقتها نفس النهار وقتها عيدنا كان عيد معه 2001، قلت عيدنا هذا العام معا وسنبقى نعيد معا، وسعيت كثيرا حتى الآن لم أوفق في حساب غريغوري حساب يولي شرقي وغربي بسموه. فالآن حتى أتخطى هذه المشكلة أنا الآن في صدد نشر فكرة في العالم كله سوا ووجه رسالة قداسة البابا بالذات كفاتيكان حتى نأخذ معادلة أخرى لا غربي ولا شرقي. هذه حسابات مدنية شو بدنا فيها؟ حرام حسابات المدنية تفصلنا. صحيح. وإيماننا واحد والناس راغبة إيماننا واحد خارجي هذا، ولكن برضو له تأثيره. لذلك أقترح ما سبق واقترحه الفاتيكان 50 سنة قبل اليوم عندما كان في فكرة أن نضع عيد الفصح بغض النظر عن غريغوري الشرقي وغربي في تاريخ محدد ثابت يقع بين 9 و15 نيسان من كل عام. بهذا نتخطى صعوبة هذا وتلك. هذا الآن أطرح الفكرة عن طريق الفضائية، عم تعمل لي دعاية كبيرة للفضائية السورية، ولكن سبقني أو مش سبقني لكن بنفس التوافق في البطرك ثوادروس البابا الأقباط الأرثوذكس أعلن أيضا عن هذه الفكرة مؤخرا عندما أتى لجنازة المثلث الرحمة البطريرك أغناطس زكا عواز. وكذلك سمعت البطرك الجديد أغناطس أفرام الثاني كريم أيضا طرح هذه الفكرة. فإذا هذه الفكرة تشق طريقها وإن شاء الله تصل، وإن شاء الله من شاء يسمعني الله. من كل الطوائف أن نكون حملة مشتركة حتى نتخطى عقدة شرقي وغربي، وكلنا أبناء المسيح القائم من بين الأموات بحبنا نشوف مع بعضنا أكيد. ونصلي مع بعضنا ونكون خادمين لمجتمعنا مع بعض البعض. نعم. أنا بدي أختم برسالة حضرتك غبطة البطريرك حكية من خلال الرسالة، لكن بتمنى بصوتك الناس تسمعها مو أنا أقراها، وهي تحديدا عن موضوع من بداية كثرة الموت في سوريا ووصولا إلى مخاطبتك للدول الأخرى وللذين عن الحرب لم تنجح والعنف لم ينجح. أنا بتمنى تختم حضرتك بصوتك بكلام من رسالتك اللي وجهتها. تفضل. هي أمل القيامة، نأمل أن تتحقق القيامة لموتانا وشهدائنا، كما نأمل القيامة والحياة لنا نحن الأحياء اللي ماتوا الله يرحمهم، لكن نحن ضلنا نؤكد أننا شعب مؤمن بالقيامة والحياة. إننا نؤمن في سائر ظروف حياتنا وفي المأساة السورية الحالية، والراهنة بأن الموت سيغلب والعنف سيحصر والقوة ستقهر والقوس سيكسر والطوق سيفك والقيود ستطلق والقبور ستفتح والظلمة ستندثر والنور سينبلج والشمس ستطلع والزهور ستتفتح والبراعم ستنمو والسنابل ستمتلئ بالحبوب والأطفال سيضحكون ويرقصون والنساء الثكالى سيزغردن والإنسان الجديد سيولد سوري وعربي وكل مكان وحضارة المحبة ستبنى في أرض الأنبياء والرسل والأولياء في أرض القدس القيامة الإسراء والمعراج والقيامة وفي أرضنا المقدسة الطاهرة في بلادنا المشرقية مهد المسيحية والديانات والحضارات. ولنبقى معا كلنا مسيحيين ومسلمين ولنبقى معا كلنا كل أصدقائنا. وأقول في الختام مع عنوان هذه الرسالة: لك يا سوريا قيامة، لك يا لبنان قيامة، لك يا أردن قيامة، لك يا فلسطين أرض القيامة قيامة، لك يا مصر قيامة، لك يا ليبيا يا عراق عراق قيامة، لك يا كل بلاد عربية قيامة،
ولكل مشاهدينا ومستمعينا أحبائنا من كل الطوائف أقول لكل واحد بكل محبة لك أنت أيضا قيامة، أنت ابن القيامة، كل عام أنتم بخير. ولكم كل الشكر غبطة البطريرك على هذا الكلام الجميل، على هذه المعلومات وعلى استضافتنا هنا لديكم في كنيسة الزيتون. كل الشكر لغبطة بطريرك أنطاكيا وسائر مشرق للروم الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ختام هذا الحوار، عيد فصح مجيد، عيد قيامة مجيدة لكل المسيحيين والمسلمين في الدول العربية وفي العالم. شكرا للمتابعة مشاهدينا.